بعد تسريب إعلام أمريكي تحذيرات سعودية شديدة اللهجة لواشنطن بشأن غزة، السعودية تحذر إسرائيل من خطورة استمرار العمليات البرية في غزة، ومصر تقول إن إجراءات إسرائيل تعرقل دخول المساعدات. مرحبا بكم. أكدت السعودية إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وحذرت المملكة من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، كما حذرت من التداعيات الخطيرة على كل المنطقة جراء انتهاكات إسرائيل، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هجوم إسرائيل، وشددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين بغزة دون عوائق. يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تحذيرات وجهها مسؤولون سعوديون كبار لنظرائهم الأمريكيين إزاء تداعيات كارثية للاقتحام الإسرائيلي البري لقطاع غزة. وللنقاش ينضم إلي عبر تطبيق زوم من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث. أهلا بك معي دكتور عبد العزيز. وهذا الدعم غير المحدود لأمريكا أو من قبل أمريكا لإسرائيل، وفي ظل تمسك إسرائيلي بالعملية البرية، كل ذلك دفع يعني المملكة السعودية للحديث بلهجة نوعا ما حادة وصارمة من مغبة مخاطر اتساع رقعة هذا الصراع. ما هي هذه المخاطر خاطر دكتور عبد العزيز؟ مساء الخير لك ولمشاهدي الشرق في كل مكان. في الحقيقة المملكة دأبت على أن يكون لها موقف واضح وصريح فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على العزل الأبرياء في غزة. نحن نؤكد دائما أن يعني حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني كامل ولا تمثل كل الطوائف الفلسطينية، هنالك السلطة الفلسطينية هي السلطة المسؤولة والمعترف بها والتي تمثل الشعب الفلسطيني، لكن استمرار عمليات الجوية في غزة وتهجير وإزاحة المواطنين الأبرياء من أماكنهم ووصول الشهداء غمدهم الله واسع رحمته لأكثر من 7500 شهيد والجرحى لعشرات الآلاف، هذا يؤكد أن استمرار الوضع بهذا الشكل لا يمكن قبوله ولا يمكن التغاضي عنهم. المملكة حينما تحذر من مغبة استمرار وضع الاحتلال الأرضي، لأنه كانت أول عمليات جوية، وعمليات جوية تدمر قدرات معينة ومواقع معينة سواء الأبرياء أو الاستهدافات الأخرى التي تستهدفها إسرائيل. النقطة المهمة هنا أن هذا العمل البري إلى متى سوف يدوم؟ هل هو قصير؟ هل هو طويل المدى؟ هل هذا احتلال بالكامل؟ هنا سوف يكون عمليات تهجير، لأنك أنت سوف تتطر يعني البيان الإسرائيلي يقول أنهم موجودين وبغطاء جوي، فالتدمير أصبح مضاعف، ليس فقط تدمير جوي وإنما أيضا تدمير بقدرات القوات البرية المستخدمة. هذا التدمير سوف يجبر المواطنين العزل الأبرياء إلى مغادرة أماكنهم ومحاولة اللجوء، فهذا سوف يفرض وضع معين للتهجير يعني من ناحية، ومن ناحية أخرى ما زالت إسرائيل وتعنتها متمسك بعدم وصول المساعدات الإنسانية، بعدم السماح للمنظمات الدولية بممارسة دورها، بعدم عودة التيار الكهربائي أو الاتصالات أو حتى السماح بمرور أي من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها هذا الشعب الأعزل. فالمملكة تحذر من مغبة توسع هذا، لأننا بدأنا نستمع إلى تصريحات مختلفة من يعني مناطق أخرى مختلفة ومن جماعات مختلفة بما في ذلك جماعة حزب الله في لبنان، إيران التي تقول أن الدخول البري هو خط أحمر وأنها سوف ربما تضطر أنها سوف ترد. هذا الرد معناته هنالك توسع في رقعة القتال ورقعة الحرب، لن تكون محدودة كما بدأت بين غزة وإسرائيل في هذا الجانب، وهذا راح يكون له تداعيات الإقليمية والدولية. المملكة تؤكد على يعني الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي مع الأسف ساندت الظلم والعدوان وساندت استمرار هذا الوضع بأن هنالك تداعيات أخرى كبيرة ربما يضطر الجميع أن يتعامل معها في حال استمرار إسرائيل في هذه العمليات. إذا لم يقف المجتمع الدولي موقفه المفروض ويكون هنالك احترام، هي طبعا طالبت في بيانها باحترام القرار اللي صدر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدر بأغلبية،
وهذا القرار يعني يؤكد على وقف إطلاق النار وسلامة الأبرياء ووصول المساعدات والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بدورها. هذه كلها مع الأسف الشديد تتمسك إسرائيل بالدعم اللامحدود التي تجده من بعض الدول الغربية ومن الولايات المتحدة بالتحديد، حتى تستمر في هذه العمليات وفي قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في غزة. نعم، يعني دكتور عبد العزيز، يعني المملكة العربية السعودية يعني ربما سيكون لها خطوات قادمة في حال عدم الاستجابة لهذه التحذيرات الصارمة، وأيضا لوقف تمدد هذا الصراع في المنطقة. ما هي الخطوات القادمة المتوقعة التي يمكن أن تقوم بها المملكة في هذا الصدد؟ المملكة ما زالت تؤكد على ثوابت أساسية بالنسبة لها بأن الحل السلمي هو الحل الحقيقي، وأنه لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل، فهي سوف تسعى جاهدة لممارسة كل الضغوط التي تستطيع من ناحية دولية، وللتأكيد سواء من حلقتها الأولى مجلس التعاون، الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الأمم المتحدة، علاقة الصداقة مع الدول الأخرى، وحشد دولي كبير لدفع إسرائيل والضغط عليها في إيقاف هذه العمليات، لأن هؤلاء الأبرياء ليس لهم ذنبا. هي إذا كانت تقول أن لديها مطالبة ضد حماس، المملكة بالتأكيد هي يعني لا تقر بقتل الأبرياء أيا كانت، يعني من أي دولة أو جنسية أو ديانة، لأن هذا يعني الدين الإسلامي يحث على الحفاظ على الأرواح، ولا يمكن أن يقبل بأن يكون هنالك اعتداء على النفس البشرية أيا كان. لكن أيضا الثابت الآخر بأن استمرار إسرائيل في هذا الظلم والاحتلال والعدوان والاستيطان وكل الممارسات الإسرائيلية هي التي دفعت يعني جماعة مثل حماس بأن تقوم بهذا العمل. نحن الآن المطالبة هي بإيقاف هذه العمليات من الجانبين، وعدم استخدام الجانب العسكري والتدمير الذي يحدث، حتى يكون هنالك محاولة لإيجاد حلول سياسية ومفاهمة سياسية. إذا أرادت إسرائيل أن تطبع مثل ما تقول مع الدول العربية في المنطقة، فعليها أن تدعو إلى السلام، وعليها أن تتعامل مع الفلسطينيين، لأن المملكة أيضا تؤكد بأنه الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية هو أساس للوصول إلى أي مفاهمة حول علاقة طبيعية مع إسرائيل. نعم، جزيل الشكر لك دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث.